مشاهدين الحديث أكثر حول كوفيد 19 وأيضا وصول اللقاحات، تنضم إلينا في الاستديو الدكتورة دانا الحقان، اختصاصي أول أطفال مستشفى جابر الأحمد. دكتورة دانا، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج معكم. حياكم الله دكتورة دانا. يعني بالبداية، يعني نسمع بمتلازمة تصيب الأطفال مع الكورونا، يعني يا ليت لو توضحينا هذه المسألة. يعني ممتاز. طبعا احنا ما يميز الاطفال في هذه الجائحه، الكل يعرف ان الاطفال نسبه الاصابه لهم اقل مقارنه في البالغين، لكن لقوا عالميا اهم مضاعفات تصيب الاطفال متلازمه، يطلق عليها المتلازمه الالتهابيه متعدده الاجهزه MISC. من الاسم هي التهاب يصيب كذا عضو في جسم الطفل، يعني لقوا لها علاقة بالكورونا. بعض الأطفال لقوا أن مو شرط أن الحين الطفل مصاب بهذا الفيروس الحين تطلع عليه أعراض المتلازمة، لقوا أن بعض الأطفال يصير بعد الإصابة بعد 4 أسابيع من الإصابة تظهر عليه بعض الأعراض. من ضمن هذه الأعراض ممكن حرارة، ممكن طفح جلدي، ممكن عوار في البطن، ممكن تكرمون اللي هو الإسهال والترجيع. فهذه الأعراض مع أما الطفل يكون المسحة موجبة لفيروس كورونا، أو أن لما ناخذ تحليل الدم أن هناك مضادات أجسام مضادة في جسم الطفل تبين أنه تعرض للإصابة من قبل، بالإضافة لبعض التحاليل. فهذه المتلازمة أكثر ما تصيب اللي هم الأطفال، لها مضاعفات كثيرة. وزارة الصحة الكويتية مشكورة وضعت لنا اللي هو بروتوكول علاجي خاص لهذه المتلازمة. طيب دكتورة، يعني نصيحتك يعني لأهل الطفل، يعني إذا تم يعني ظهور هذه الأعراض على الأطفال، متى يحتاج لرعاية طبية مع ظهور هذه الأعراض دكتورة؟ تمام. احنا دائما في هذه الجائحة أي طفل الأم تلاحظه في عوار شديد في البطن، في طفح جلدي، حرارة مو قاعدة تنزل، الطفل خامل، ما نقول ان هذا التهاب فيروسي عادي ونسكت، احتمال كبير انه هو عرض من اعراض المتلازمه، يفضل اللي هو استشاره الطبيب المعالج. فهذه الاعراض جدا مهمه خاصه بهذه الجائحه. هناك موضوع مهم جدا يعني وتم اثارته في جميع الصحف العالميه، وايضا هو المسيطر الوحيد يعني الان، اللقاحات دكتوره. بما ان وزاره الصحه اصدرت الان ترخيص استخدام لقاح فايزر، يعني واتوقع وصوله نهايه هذا الشهر، من الفئات المستبعده دكتوره في المراحل الاولى هم الاطفال. صحيح. يعني ما هي الاسباب دكتوره؟ حلو السؤال، وهذا دائما نسال. هو اساس اي لقاح او اي دواء لازم ان يكون امن وفعال. بالنسبة للقاح فايزر وبقية لقاحات فيروس كورونا، ما في دراسات كافية للأطفال، لذلك أنا ما نقدر، لا المنظمات العالمية ولا وزارة الصحة، أن نعتمد هذا اللقاح لفئة الأطفال لأن ما دخلوا في الدراسات. فما نعرف شنو الأعراض الجانبية للأطفال، ما نعرف هل هو فعال لهذه الفئة، هل هو آمن. لذلك اللي هو الـ FDA مؤخرا تم اعتماده من عمر 16 سنة فما فوق، اللي هو الاستخدام الطارئ للقاحات. فننتظر ان شاء الله بالمستقبل القريب، الحين بداوا يسوون دراسات للاطفال، نفس الشركه شركه فايزر بدات تسوي دراسات من للاطفال، وننتظر ان شاء الله باذن الله. اللقاح دكتوره راح ياخذون على يعني على مرحلتين؟ صحيح. راح يكون على جرعتين، بين كل جرعه وجرعه 21 يوم. طيب من خلال الجرعه الاولى، يعني بعد اخذنا الجرعه الاولى، هل نلتزم بالاجراءات الاحترازيه وايضا الوقائيه؟ اكيد، لان بعد أخذ الجرعة هو لقوا بالدراسة أن تحمي 50%. عشان أنا أعزز المناعة وأقويها، الجرعة الثانية تعطيني حماية 95%. فبين الفترة هذه يجب الالتزام بلبس الكمام والتباعد للحماية أكثر. في حال تأخير الأطفال عن أخذ اللقاح، يعني كيف حمايتهم وأيضا تجهيزهم دكتورة للعودة إلى المدارس؟
ممتاز. طبعا الحين الكل يبي يرجع للمدارس، هو ما في لقاحات الى الان، لكن احنا انا شلون اقدر احمي طفلي؟ الاطفال اذكياء جدا. انا اسعد لما اشوف طفل 3 سنوات 4 سنوات ما شاء الله يعرف يتعامل حتى مع الكمام. الحين الكل تعلم، نعلم الطفل مثل ما نعلم الالف والباء والتاء، نعلم طرق الوقايه بغسل اليدين، تباعد، ما يسلم على الشخص اللي ما يعيش معه بنفس المنزل، وغيرها من الطرق الوقائيه. بالاضافه الحين بوجود ان شاء الله اللقاحات، حتى احمي انا اطفالي ابادر انا اخذ اللقاح. إذا أنا خذيته وككبار والبالغين خذوا اللقاحات، بذلك هم يحمون الطفل، اللي متطعم ما راح ينقل الفيروس للأطفال. إذا كانت دكتورة الفئة يعني من ضمن الفئات، الفئة المستبعدة هي الأطفال، يعني من لهم الأولوية لأخذ هذا اللقاح؟ عالميا تم الاتفاق أنه هو تم تصريح استخدام اللقاح الطارئ. لما قالوا طارئ لبعض الفئات، من ضمن الفئات هذه اللي هم معرضين اكثر للفيروس، اللي هم الصفوف الاماميه اللي يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى، بالاضافه اللي تكون لهم مضاعفات على من المرض نفسه، مضاعفات خطيره. منو اللي اكثر شيء تصير معهم المضاعفات الخطيره؟ اللي هم الكبار بالسن واصحاب الامراض المزمنه. فاذا احنا طعمنا اصحاب الامراض المزمنه، طعمنا كبار السن، حمينا هذه الفئه، بالتالي نبدي نطعم باقي الناس، وهو مثل ما قالت وزارة الصحة وصرحت بأنه هو تطعيم اختياري. لا شك يعني في الآونة الأخيرة دكتورة دانا يعني ظهرت أيضا تقارير لا نعلم أيضا مصدرها، يعني عن موضوع اللقاحات. هل توجد يعني أعراض جانبية للقاح دكتورة؟ تمام. ما في لقاح بالدنيا ولا أي دواء بالدنيا بدون أعراض جانبية، ولكن مثل ما قلنا إحنا عند اعتماد أي لقاح وأي دواء ثقوا ان في شغلتين مهمتين، ان يكون امن وفعال، والامان هي الدرجه الاولى باعتماد الادويه، لازم يكون امن. في اعراض جانبيه، لكن ما هي الاعراض الخطيره؟ لما شافوا الدراسات وقارنوا. طيب نقدر نعرفها دكتوره؟ راح اقولها. مثل تطعيم الانفلونزا، الكل خذ تطعيم الانفلونزا، شنو حسوا فيه؟ عوار في مكان الابره، ممكن حرارة بسيطة، ممكن تكسر وقشعريرة بالجسم. مع لقاح كورونا لقوا بعضهم يصير معهم الصداع، بعضهم يكون معهم تكرم الإسهال، لكن هذه الأعراض كلها ما تعدي الـ 24 ساعة. يعني تطمن دكتورة أن هذه الأعراض مو خطيرة؟ ليست خطيرة. هناك من يقول أن بما أن أعداد الإصابات يعني حاليا بالكويت يعني بانخفاض دكتورة، يعني لا داعي لأخذ اللقاح لأن الأغلبية أصيبوا بالكورونا. ما ردك دكتور على هذه التقارير؟ احنا مضطرين دكتور أن نرد عليهم. صحيح. الكل يقول ان احنا الاعداد نازله وبانخفاض، واحنا قاعدين نلاحظ، وهذا علامات مبشره والله الحمد على السيطره لمرض كوفيد 19. حتى نعزز المناعه المجتمعيه وحتى نحافظ على انخفاض الاعداد الاصابات، والاهم من ذلك انخفاض اعداد اللي هو مرضى العنايه المركزه. الحمد لله احنا الى الان المنظومه الصحيه متماسكه بدوله الكويت، ما انهارت مثل ما شفنا في الدول الاخرى. وحتى نعزز هذا الشيء لابد من اللقاح. طبعا احنا لنا نموذج بالدول الاخرى، الحين مثلا بريطانيا، المانيا، فرنسا، بالصيف لقينا نزلوا عدد الحالات وردت الحين صعدت مره ثانيه، فما في مناعه دائمه. الكل يقول احنا الكل اصيب بالكورونا، ممكن تعطيك فترة بسيطة اللي هي 3 أشهر كمناعة، لكن بعدها الكل أصيب بهذا الفيروس ولا داعي لأخذ هذا. هذه معلومة جدا خاطئة. نعم. لأن ما راح يعطيك مناعة دائمة، ممكن بعد شهرين ب3 أشهر، وحصل أن في أشخاص أصيبوا مرة يعني أخرى بالفيروس، أصيب معرض للإصابة مرة أخرى بهذا الفيروس. أكيد. وأنا أقول دائما أفضل وقت لأخذ اللقاح بدولة الكويت هذا الوقت، للحفاظ على الأعداد بانخفاض، وحتى ننتهي من هذا الوباء إن شاء الله مع اللقاح. لماذا يوجد دائما دكتورة دانا يعني التشكيك دائما بلقاحات الأطفال؟ الموضوع الحين تجاوز الأطفال، الحين التشكيك باللقاح. صح. كوني أنا استشارية أطفال، طبعا إحنا لنا باع طويل بموضوع اللقاحات مع الأطفال. دائما بأي حملة تطعيم في جروبات ومجموعات يسمون هم مناهضين التطعيم وضد التطعيمات دائما.
طبعا للأسف احنا دائما نقول لا تنشرون أي معلومة أو خبر قبل التحقق من صحة هذه المعلومة، صحة هذا المصدر، لأن لها تبعات ممكن وأضرار تستمر لسنوات. راح أعطيك مثال. في دراسة تم نشرها عام 1998، الدراسة هذه لباحث ودكتور بريطاني أندرو وكفيلد اسمه الطبيب، سوى دراسة علاقة التطعيم بمرض التوحد. الدراسة هذه انتشرت وتم نشرها في أشهر مجلات علمية اللي هي The Lancet، فالناس تخوفوا في بريطانيا، في أمريكا، في كل أماكن. فقاموا شو يسوون؟ إن إحنا والله ما راح نطعم عيالنا خوف إنه يصير معاهم اللي هو مرض التوحد والسبب هذه الدراسة. طبعا صار في عزوف عن التطعيمات، مرض الحصبة، مرض الحصبة الألمانية انتشر من جديد اللي هو تم القضاء عليه ذاك الوقت بسبب هذه الدراسة. لكن المؤسسات العلمية بالعلم دائما في حجة، فبنفس الوقت ما وقفوا هذا الدكتور ولا وقفوا إن الغلط دام انها نشرت هذه الدراسة، سووا دراسات أخرى. الدراسة اللي سواها هذا الدكتور تمت على 12 طفل فقط. نعم. سووا دراسات بعدها تقريبا مليون طفل موزعين بين اليابان، بين ألمانيا، بين فنلندا وبين بريطانيا وغيرها. أثبتت الدراسات أن لا توجد أي علاقة بين مرض التوحد وبين التطعيمات اللي هو تطعيم الـMMR. لكن شوف إحنا من أي سنة؟ 1998، لا زالت هذه الإشاعات موجودة إلى وقتنا هذا وإحنا في 2020. نتوقف قليلا دكتورة دانا وننتقل عالميا ونبحث عن تداعيات أيضا فيروس كورونا عالميا. مشاهدينا، أوصت منظمة الصحة العالمية بالالتزام بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات مع اقتراب أعياد الميلاد واحتفالات نهاية العام في القارة الأوروبية. يأتي هذا فيما اخترق وباء كورونا قصر الإليزيه اليوم، حيث أعلن عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس. لنشاهد. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب مره اخرى باختصاصي اول اطفال مستشفى جابر الدكتوره دانا الحقان. اهلا ومرحبا بك من جديد دكتوره. هيا. يعني نركز مره اخرى دكتوره، يعني هناك تخوف كبير من بعض الناس من لقاح كورونا، لماذا هذا التخوف دكتوره؟ طبعا انا ما الوم الناس، وفعلا في تخوف. دائما نقول لهم احنا اخذوا الاخبار من المصادر الرسميه العلميه الموثوقه. التخوف اكثر شيء كان ليش تم اللي هو وجود هذا اللقاح بفتره زمنيه قصيره. هم سمعوا ان اللقاحات تاخذ دراسات طويله، ايش معنى الحين تم اللقاح بفتره سريعه؟ دائما احنا نقول لهم الطب بتطور باستمرار، مثل ما احنا بحياتنا يمكن ما تلاحظون احنا بالتكنولوجيا، حتى التليفونات، حتى الساعات الحين قاعدين تحسب لنا نبضات القلب، وصلنا لهذه المرحلة، فما بالك بالطب من علاجات وأدوية ومن عمليات. فالطب دائما بتطور، وحتى الرد على هذه الإشاعة بأن تم إنتاج اللقاح بسرعة، هو لم يتم إنتاجه بسرعة. الناس ما يعرفون أن عند اكتشاف المرض بالصين في ديسمبر 2019 بتاريخ 10/1 تم التوصل إلى الجين سيكونسز اللي هو سلالات هذا الفيروس. عند التوصل لسلالات هذا الفيروس تم التعرف عليه أنه هو من عائلة كورونا، وكورونا هي ما هي فيروسات جديدة، لها كذا جروب من ضمنها اللي هو السارس اللي صار في 2003، والميرس اللي صار في المملكة العربية السعودية اللي هو يصيب الإبل في 2012 تقريبا. ومن ضمن الدراسات والأبحاث واللقاحات على السارس وعلى الميرس تم الاستمرار بالنسبة لي اللي هو سارس كوفي 2 اللي هو الفيروس المسبب للكورونا. فاللقاح اللي تم إنتاجه ما كان بالسرعه اللي هم متوصلينها، لان من تاريخ من 10/1 لما حصلوا اللي هو الشفره حق الفيروس تم تجربته بعدها شهر 3 وشهر 4 وعلى المراحل. ولا يعتمد اي دواء واي لقاح الا بمروره واجتيازه لجميع المراحل. دكتوره، ما تفسير اختلاف رده فعل الاطفال يعني تجاه فيروس كورونا؟ يعني كيف يؤثر عليهم مستقبلا؟
مستقبلا احنا الحين ما اقدر اقول لك انا بعد سنتين ثلاث سنين او خمس سنين شنو راح يصير، لان كسارس كوف 2 اللي هو فيروس كورونا المستجد الى الان ما نعرف شنو الاضرار لي بالمستقبل. لكن بشكل عام من اللي احنا شفناه وعلى الحالات اللي شفناها في مستشفى جابر الاحمد الاطفال المشخصين ولله الحمد الأغلبية يعدون على خير، حتى أصحاب الأمراض المزمنة الأغلبية يتم التشافي، وعند المراجعات مع بعد التشافي لبعض الحالات التي تستدعي مراجعات للطبيب الأمور ولله الحمد طيبة إلى الآن. فوائد أيضا مخاطر الرضاعة الطبيعية دكتورة يعني على أطفال الرضع خلال جائحة كورونا. طبعا الرضاعة الطبيعية بشكل عام هي لها فوائد عديدة، حتى الأم المصابة بالكورونا ما ننصح أنها توقف الرضاعة باجتماع اللي هو من منظمة الصحة العالمية وغيرها. دائما الدراسات توصي أنها تكمل الرضاعة الطبيعية بأخذ الاحتياطات والاحترازات بالنسبة للطفل الرضيع حتى المصابة بالفيروس تكمل الرضاعة الطبيعية. هل هناك أي تأثير دكتورة دانا يعني على التطعيمات الروتينية للأطفال؟ ممتاز. احنا طبعا من بداية الجائحة في الناس دائما متخوفين، احنا ما نبي نروح نطعم واحنا ما نبي نخاف ان الطفل يلقط له الفيروس بالمراكز الصحية. دائما نقول لهم حافظوا على التطعيمات الأساسية والجرعات المعززة للمناعة بالنسبة للأطفال وما في خوف. يعني تطعيمات دكتورة روتينية يأخذونها؟ يأخذون أي طفل يكمل على اللي هو التطعيمات الأساسية من وزارة الصحة، وما في قرار يثبت أنه لازم نوقف التطعيمات الأساسية. هل هناك من رسائل توجهينها يعني للمشاهدين الكرام؟ تمام. بداية طبعا أنا أشكر تلفزيون دولة الكويت لأنه دائما سباق بالتوعية ونشر المعلومات من مصادرها العلمية الصحيحة. بالنسبة للمجتمع الكويتي أنا ودي أقول أن إحنا مجتمع الله أنعم علينا بنعمة تختلف عن بقية دول العالم اللي هي نعمة صغر حجم السكان عندنا. نقدر أن إحنا نطعم الناس ونطوي صفحة كوفيد 19 ورانا، نثبت للعالم كله أن إحنا شعب واعي متعاون ضد هذه الجائحة. نستبشر والبشارات موجودة ولله الحمد بعودة الحياة لطبيعتها في دولة الكويت مع اللقاح بإذن الله قريبا، فأنت من يقرر ذلك. والله يحفظكم إن شاء الله جميعا. وأخيرا أنا فخورة بحجم السماء لزملائي وزميلاتي الطاقم الطبي خلال هذه الجائحة وقبل هذه الجائحة، وإن شاء الله راح يستمرون بعدها. الدكتورة دانا الحقان اختصاصي أول أطفال مستشفى جابر الأحمد، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لجميع الكوادر الطبية العاملة في وزارة الصحة. ألف شكر وسأتينا في هذا اللقاء. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، وأخبار تثلج الصدر إن شاء الله بزوال الغمة وانحسار هذا الوباء. كلنا أمل مع اقتراب نهاية العام في أن يطوي معه صفحة فيروس كورونا وما شابه من تداعيات أثقلت كاهل الجميع، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.